ان شاء الله طبعا دي غمه وتزول ان شاء الله يعني. هل الله. انت شايف ان لما الكره ترجع هيبقى الدنيا محتاجه وقت طويل عشان نرجع نشوف الشكل اللي كنا بنشوفه قبل؟ متهيالي متهيالي يحتاج وقت طويل يعني. حتى الناس اللي بتفكر الدوري ممكن يرجع او كده، اللعيب دلوقتي قاعد بقاله اكتر من شهر في البيت عشان خاطر يرجع تاني يبتدي يعمل تاهيل وفتره اعداد، مش يعني مش قبل شهر 7 او 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 كده فالموضوع صعب ان الكره السنه دي ترجع. ولو رجعت السنه الجايه طبعا هيبقى في انت زي بالظبط ايام الثوره كده، لما رجعت الكره بقت رجعت من دون جمهور واللعيبه بعيد عن الفورمه والناس مالهاش نفس تتفرج، فلا هتاثر طبعا الفتره دي هتاثر بشكل لا بس الناس مالهاش نفس تتفرج دي انا ما شفتهاش الحقيقه يعني. ما لسه ما بعدتش قوي. كره القدم دايما هي المتنفس للجمهور او لاي مواطن مصري او غير مصري حتى. ما هي فعلا، وهي الفتره دي صعبه، الواحد بيقعد في البيت مش لاقي حاجه يعملها بصراحه ولا تتفرج ولا حاجه تتفرج عليها. والله انا لسه كنت قاعد مع حمايه اول امبارح وبيقول لي تعالى انا قناه بين سبورت مش عارف ايه في ماتش في قلت له ماتش قديم قلت له ماتش ايه مفيش كوره، قال لي لا ما ده ماتش قديم. فهو من كتر ما الناس نفسها تتفرج فعلا بتجيب الماتشات القديمه تتفرج عليها. فلا فعلا حضرتك عندك حق. لو عندك وانت قاعد في البيت كده وبتفكر لو في من المباريات القديمه اللي انت عايز تتفرج عليها انت كاحمد عادل هتتفرج على انهي ماتش؟ ليك في النادي الاهلي. ليا ولا عامه؟ لا ليك انت. انا في ماتشين، ماتش ليا وماتش عامه. الماتش اللي ليا الكونفدراليه. اللي هو سيوس اللي كنا بنتكلم عنه. سبورت طبعا. ده اتفرج عليه 100 مره ما بزهقش ومن الاجواء. وماتش الصفاقس 2006. جون كابتن ابو تريكه في الدقيقه الاخيره طبعا. ده برضو ما زهقش منه. كان عندك كام سنه ساعتها يا احمد؟ كان عندي 18 19 تقريبا. كنت في المنتخب الاولمبي وكنت بتفرج على الماتش في ايوه احكي لنا الوضع. يعني انا كنت فاكر ان انا كان المنتخب الاولمبي كان ماسكنا مستر فنجاده وكلنا كنا قاعدين بنتفرج على الماتش، المنتخب كله بالجهاز بنتفرج على الماتش وفرحه هيستريه من كل اللعيبه بكل انتماءاتها. يعني انا بكلمك بامانه والله انا فاكر اليوم دوت بكل انتماءاتها بكل اسماء الانديه، كل اللعيبه بقت بتتنطط من الجون بتاع ابو تريكه. فده ليه ذكرى بالنسبه لي انا ما زهقش منه مهما اتفرج عليه. انا واحد انا زيك كده برضو الماتش ده لو ايه اللي حصل برضو الواحد بيقعد يتفرج عليه بيفتكر فيه ايام جميله جدا. عاصرت كثير من المدافعين، من المدافع اللي انت تحس ان هو واقف قدامك كده تبقى انت مبسوط او انت مش مبسوط، انت مبسوط مع كله طبعا لكن بتحس بالامان اكتر. اتنين انا كنت لسه بتكلم في الموضوع ده من اسبوع كده، اتنين انا كل الناس طبعا ليها بكن لها كل احترام وكلها لعيبه ما دام لعب على مستوى النادي الاهلي ده فاكيد هو لعيب مميز يعني. بس اتنين انا بحب العب معاهم، كابتن وائل جمعه واحمد حجازي. واحمد حجازي اللي هو الاثنين في المدافعين السردباكات يعني. فمن اكتر اتنين طبعا احب العب معاهم. وائل جمعه واحمد حجازي اثنين طبعا من المدافعين الكبار جدا، لكن طيب حراس المرمى، مدربين حراس المرمى بقى سؤال صعب ده. قوي لان كل الناس اتعلمت منها بصراحه. فانت بتتكلم برضو في اسماء تقيله يعني كابتن احمد ناجي، كابتن طارق سليمان، كابتن خالد عبد الله في مصر المقاصه، كابتن مصطفى كمال، لا اسماء تقيله، كابتن ابراهيم رياض مرنت معاه في النادي الاهلي ناشئين. لا في الفريق الاول، مسك ماتش واحد الزمالك. كابتن ابراهيم عبد العزيز في الناشئين، لا انت انت عملت مع، انا مش عايز انسى حد، كابتن ايهاب جلال مدرب حراس المرمى، لا في انا لا اتمرنت مع ناس تقيله. فانت تقول لحد كده بعينه لا، بس ممكن اقول لك الصداقه مستمره مع مين؟ اقول لك مع مين يعني مستمره لحد دلوقتي مع الكابتن طارق سليمان والكابتن خالد عبد الله اللي هم مش ماسكني دلوقتي، كابتن مصطفى كمال طبعا ماسكني حاليا. انا بتكلم عن الناس اللي هي خلاص ما فيش ما بيمرنيش واحنا اصدقاء جدا، كابتن طارق سليمان يكاد يكون كل 3 4 ايام بنتكلم، والكابتن خالد عبد الله. اصدقاء. كابتن طارق سليمان اهم ما يميز كابتن طارق سليمان شخصيته، شخصية جميلة جدا جدا جدا، بيعرف يتعامل مع الحارس المرمى بتاعه بشكل قوي جدا، وبعدين ما بيتأثرش. أنا اتمرنت مع مدربين حراس مرمى بيتأثروا على فكرة من الانتقادات ويبين لك إن أنا مش متأثر وبتاع، لا ما لا كان بيبقى واضح عليه حتى قوي. أنا كحارس ببقى نازل أنا بيعرق، في ناس كانت بتعرق والله العظيم. كابتن طارق سليمان لا ما بيتأثرش خالص خالص، وفي عز الأزمات الناس كلها بتهاجم شريف اكرامي غلط الكره جاي يمسكها وقع عليه طالع يقول لك كان من نجوم المباراه وهو احسن ويطلع دافع عنه. حتى انا كنت بتكلم معاه في الفتره القريبه دي في الموضوع دوت بيقول لك انا لو ما وقفتش جنب الحارس بتاعي يبقى انا ما استحقش امرنه لان هو مش هيصدقني بعد كده في حاجه لما اجي اتكلم معاه، فلازم وقت لما هو مش محتاجني هو كويس. حارس المرمى ما بيحتاجش المدرب بتاعه هو كويس، خلي بالك
بيحتاج المدرب بتاعه لما يقع، لما الجون يقع اقرب واحد بيبقى هو المدرب بتاعه، بيبقى هو مرايته، بيبقى محتاجه قوي ومحتاج يتكلم معاه ومحتاج يديله ثقه ومحتاج يقف جنبه. فدي ميزه بتميز كابتن طارق طبعا. الكابتن احمد نجي